يا صباح الفل، النهارده بقى هنستخدم الحزام ده في التمارين. الحزام ده اسمه تي ار اكس، وبعدين ده من الحاجات السهله جدا اللي ممكن نتمرن بيها في اي مكان. ده هيعمل لنا بيه مجموعه تمارين مع كابتن محمد سيد بعد الفاصل، وان شاء الله هستناكم عشان نتكلم في موضوعنا. رجعنا بعد التمارين وهحكي لكم حكايه سريعه جدا. ابتدت الخليقه او ابتدى البشر على الارض، ما كانش لسه في اي تكنولوجيا، ولا كان حتى في زراعه، ولا كان في حتى استئناس للحيوان. فكان الانسان احيانا بيفضل يجري بالايام ويمشي بالايام من مكان لمكان عشان يدور على ميه او يدور على نبات او يدور على حاجه ياكلها. وكانت الحكايه دي بتخلي الانسان غصب عنه بيتحرك كتير، وما كانش معروف ان في حاجه اسمها رياضه، لان الحياه كان جزء اساسي منها هو الرياضه. وبالتالي احنا ما كناش محتاجين ان احنا نخلي جزء من وقتنا وجزء من حياتنا في تمارين. ابتدت الحياه تتطور، وابتدى الانسان يستأنس الحيوان، وابتدى ان هو يستخدمه في النقل، وابتدى ان هو يركب الحصان ويركب الجمل ويركب ما الى ذلك. وكمان ابتدى ان هو يزرع، وبعد ما بقى يزرع ابتدى يتحكم في اماكن المعيشه بتاعته، وابتدى كمان يخزن الاكل، بقى يخزن حبوب. فبالتالي ما بقاش محتاج ان هو يسافر من بلد لبلد عشان يتحرك، فاصبحت عمليه الحركه مختلفه عن العصر اللي كان قبليه. وبعد كده كمان ابتدى يبقى في ثوره في الصناعه، ومع ثوره الصناعه ابتدى يبقى في عربيات، وبقى في طيارات، وبقى في مراكب وسفن. وبالتالي كمان الحركه بتاعه الانسان قلت اكتر واكتر. في العصر اللي احنا فيه كمان مع السمارت فونز ومع التكنولوجيا والثوره العنيفه اللي حصلت في التكنولوجيا، ابتدينا ان احنا نتحرك اقل بكتير. ابتدى يبقى تحت بيتي في توك توك، ابتدى يبقى تحت بيتي ما بقى معايا ابلكيشن بيوصل لي كل حاجه لحد عندي. الحكايه دي على قد ما هي رفاهيه وعلى قد ما هي حاجه جميله، على قد ما هي خطر جدا، اخطر من الحروب، اخطر من السرطان، اخطر من الامراض. لان قله الحركه الناس اللي بتموت والناس اللي بتتعب بسببها هم اخطر بكتير جدا من الناس اللي بتموت في الحروب او الناس اللي بتموت بسبب المخدرات. فبالتالي ده خطر مهم جدا بيهدد البشريه. عشان كده مهم جدا ان اقول لكم يا جماعه لازم نتحرك، ولازم يكون عندنا وعي ضد اي حاجه فيها قله حركه، واي حاجه هتبتدي ان هي تقلل من نشاطنا. شكرا جدا، ونشوفكم حلقة جديدة إن شاء الله. صباح الأمل والخير والسعادة على حضراتكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا. وهذه جولة مع صاحبة الجلالة، واستعراض لأهم وأحدث ما طلعتنا به الصحف المحلية من قضايا وملفات وموضوعات كثيرة ومتنوعة. نبدأ معكم هذه الجولة الصحفية من صحيفة الأهرام، ومن الصفحة الأولى منها والمنشات والعنوان الرئيسي بها: تسخير الإمكانيات المصرية للقضاء على جائحة كورونا في إفريقيا. خلال مشاركته في اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي عبر الفيديو كونفرنس، الرئيس عبد الفتاح السيسي يطالب المجتمع الدولي بإتاحة اللقاحات لشعوب القارة بشكل منصف وعادل.
تفاصيل هذا الخبر بشكل سريع. أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لن تدخر جهدا نحو تسخير كل إمكانياتها لمساندة أشقائها الأفارقة من أجل الحصول على لقاحات فيروس كورونا، أخذا في الاعتبار الخبرات المصرية في هذا الصدد والتي من شأنها أن تعزز من استراتيجية الاتحاد الإفريقي للحصول على اللقاح، وذلك سعيا لتحقيق تطلعات وآمال الشعوب الإفريقية في القضاء على تلك الجائحة وتداعياتها السلبية. جاء ذلك في كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرنس في اجتماع هيئة مكتب قمة الاتحاد الإفريقي، وذلك بمشاركة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون ورؤساء الأفارقة أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي. ومتابعة والمزيد من التفاصيل والمتابعة ينضم إلينا الأستاذ عبد الناصر منصور مدير تحرير الأهرام. أستاذ عبد الناصر صباح الخير وأهلا بك معنا. صباح الخير وأهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. كيف تابعت كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أهمية تكاتف الجهود الإفريقية المختلفة يعني التعاطي ولمواجهة أزمة فيروس كورونا ولتوفير اللقاحات لشعوب القارة السمراء؟ في الحقيقة هو كلمات السيد الرئيس أمس لم تكن وليدة اليوم، ولكن مطالبته كانت منذ عدة أشهر مع الحديث عن ظهور لقاحات يمكن تطعيم الشعوب العالم بها، فكان يعني رؤيته إلى أن يكون هناك توافر لهذه اللقاحات بشكل عادل للمجتمع الأفريقي، خاصة أن لا يوجد في الدول الأفريقية شركات أو يعني أطباء على المستوى الذي يمكن توفير هذا اللقاح إلا باستيراده من الدول المنتجة، فكان هناك مطالبه في ذاك الوقت وحاليا وهو مستمر في ذلك في هذه المطالب بتوفير اللقاحات بشكل عادل للمجتمع الأفريقي. وكان يعني مطالبه أمس تحدد أن الموضوع لا يقتصر على توفير اللقاح ولكن الرعاية الطبية الكاملة حتى يمكن إنقاذ القارة السمراء من العديد من الأمراض التي تجتاح المجتمع الأفريقي بسبب أن هناك عدد كبير من الدول بها صراعات. نعم أستاذ عبد الناصر، يمكن مصر دائما وأبدا كانت ولا زالت مهمومة ب يعني هموم وتطلعات شعوب القارة الإفريقية بشكل كبير جدا على مختلف الأصعدة والمستويات المتنوعة، منها فيما يتعلق بجائحة كورونا وأيضا على الأصعدة ربما الثقافية والاجتماعية والاقتصادية أيضا. كيف ترى كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد وأن مصر ستسخر كل إمكانياتها المختلفة من أجل دعم ومساندة شعوب القارة السمراء ليس فقط فيما يتعلق بجائحة كورونا ولكن على كافة الأصعدة والمستويات الأخرى؟ السيد الرئيس تحدث عن أن مصر تضع إمكانياتها لمساعدة المجتمع الأفريقي ليس فقط على المستوى الطبي ولكن على المستوى الثقافي والأمني والاقتصادي وغيرها. حديث السيد الرئيس لم يكن تمنيات ولكن مصر بدأت بالفعل منذ سنوات في هذا الصدد لتعود إلى القارة الأفريقية مرة أخرى لتقديم الدعم والمساندة في كافة المجالات. فهناك شركات عديدة بتكليف من الحكومة المصرية لإقامة العديد من المشروعات الاقتصادية، سواء مثلا في تنزانيا سد إقامة سد لتوفير الكهرباء وأيضا المياه، أيضا إقامة مشروعات طبية وصحية وافتتاح العديد من الوحدات الصحية التي تحت إشراف وزارة الصحة المصرية، أيضا تقديم الدعم والمساندة الطبية في عند حدوث أي أزمات سواء كان سيول أو عوامل طبيعية تؤثر بشكل سلبي على بعض الدول. أيضا هناك دعسات
تثقيفية واستقبال العديد من الشباب الأفريقي من مختلف الدول الأفريقية للحصول على دورات تدريبية في مجالات مختلفة. وهناك طبعا ده يعني خارج عن أو نتيجة المؤتمر الشباب الذي عقد أو الذي عقدت في القاهرة، واستقبل وتم استقبال العديد من شباب العالم وخاصة من الدول الأفريقية، وفي خاصة في العام الذي رأس فيه السيد الرئيس الاتحاد الأفريقي كان هناك استقبال حافل للشباب الأفريقي للاستماع إليهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم، سواء كان دورات تدريبية، دورات تثقيفية، هناك أيضا دورات خاصة بالإعلام والصحافة، يعني مصر توفر كافة السبل والدعم للقارة الأفريقية. وكان ومن أجل ذلك كان تأكيدا لما تقوم به مصر عرض السيد الرئيس إمكانية استمرار هذا الدعم المصري لمختلف الدول الأفريقية التي تحتاج إلى المساعدة من مصر. نعم، يعني وصلت الفكرة والصورة بشكل كبير. شكرا جزيلا الأستاذ عبد الناصر منصور مدير تحرير الأهرام على هذه المداخلة والمشاركة معنا وهذه النظرة التحليلية. وما زلنا مع صحيفة الأهرام ولكن من الصفحة الخامسة منها، وتنسيق مكثف مع باكستان لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، رئيس تطوير التعاون الأمني والاقتصادي ومشاريع تكاملية بين البلدين. أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تنظر بعين الاعتبار والتقدير الكبير إلى باكستان كإحدى أكبر الدول الإسلامية، وترحب بتطوير التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في جميع المجالات والحرص على تعزيز التنسيق والتشاور معها إزاء مختلف القضايا الإقليمية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والذي يعد أحد أهم التحديات التي تواجه البلدين. بننتقل من الأهرام للجمهورية وأحوال الطقس والجو. الطقس السيء بيضرب العاصمة والمحافظات لليوم الثاني، الثلوج تغطي مطروح و90 سيارة لشفط المياه في الأسكندرية. طبعا احنا بقالنا كام يوم للأسف يعني بنعاني من انخفاض شديد في درجات الحرارة. بعض المحافظات كانت فيها أمطار غزيرة، والبعض الآخر لاحظنا ورصدنا بطبيعة الأحوال سقوط ثلوج. وأكيد طبعا احنا محتاجين ان احنا نطمن على أحوال الجو والطقس. هل الموضوع هيستمر لحد بكرة الجمعة على حسب بيانات هيئة الأرصاد الجوية؟ هيمتد، هل موجة انخفاض درجات الحرارة هتستمر معانا قد ايه؟ لان احنا طبعا زي ما احنا عارفين ان ده ممكن يكون له تداعيات او تبعات سلبية على امور كتيرة فيما يتعلق بحركة المرور، فيما يتعلق يعني بعض الأنشطة بتتوقف بعض الشيء بسبب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، تأثيرها على حركة الملاحة في البحر الأحمر والبحر المتوسط. فيعني بنتمنى أن هذه الموجة الباردة القارسة تنتهي بشكل سريع بمشيئة الله. طيب احنا بننتقل من الجمهورية للأخبار ومن الصفحة الخامسة منها، توجيه للوزراء بالتواصل مع النواب لتحقيق مصالح المواطنين. طبعا مهم جدا ان يكون في تواصل ويكون في تفاعل حقيقي وملموس على ارض الواقع من قبل النواب مع المواطنين. ويمكن التفاصيل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجه اعضاء الحكومة بالتواصل المستمر مع أعضاء مجلس النواب لتحقيق مصالح المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي عبر تقنية الفيديو كونفرنس، حيث أشاد رئيس الوزراء بالافتتاحات الرئاسية بمحافظة الإسماعيلية، وأكد أن الدولة تضع الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على أجندة الأولويات وأجندة الاهتمامات. طيب احنا ما زلنا مع
صحيفة الأخبار وملف مرتبط بالجديد فيما يتعلق بالنظام الصحي وتصريحات وبيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية. الأخبار الصفحة الخامسة منها: الصحة العالمية تشيد بالنظام الصحي المصري وتطوير مستوى الرعاية والإنفاق الصحي. المزيد من التفاصيل والمتابعة بينضم إلينا هاتفين الأستاذ الدكتور أشرف عقبة، وهو رئيس قسم البطنة والمناعة بطب جامعة عين شمس. دكتور أشرف، صباح الخير وأهلا بك معنا. صباح الخير وأهلا وسهلا بحضرتك. شايف إزاي تصريح أو يعني موقف منظمة الصحة العالمية وتقييمها للتعامل المصري مع جائحة كورونا، وإلى أي مدى مصر مقارنة بدول أخرى نجحت بشكل أو بآخر في يعني استيعاب أو احتواء هذه الجائحة والتعامل معها أيضا؟ واقع الأمر أنه ما تم عمله من إنجازات في المجال الصحي في مصر يعتبر قفزة كبيرة في هذا المجال، وده كان ليه أثر كبير في التعامل مع المشاكل الصحية القديمة اللي كان بيعاني منها الشعب المصري، إلى جانب مشكلة جائحة كورونا اللي فرضت نفسها على دول العالم في الفترة الأخيرة. ده طبعا رفع مستوى الرعاية الصحية والإنفاق الصحي بشكل كبير، وخلى المواطن المصري بيشعر بالأمان بإحساسه أنه الدولة بتحط صحة المواطن في المقام الأول. نعم. طيب، شايف الجديد فيما يتعلق بتوافر اللقاحات ويعني التنافس حقيقة العالمي بين شركات الأدوية المختلفة في توفير لقاح أو مصل لوباء كورونا، وهل الموجة الأولى منه بتختلف عن الموجة الثانية فيما يتعلق بفعالية هذا اللقاح؟ منذ بداية الجائحة كل شركات الأدوية ومراكز الأبحاث الحقيقة تبحث عن لقاحات، وطبعا ظهور اللقاحات والانتهاء من تطويرها وبدء العمل به كان ليه أثر كبير في أنه يعني يشعر الناس الأول بالأمان أنه بقى فيه فعلا لقاح. الشيء الثاني أنه بدأت فعلا الدول في استخدام هذه اللقاحات وبدأ تلقيح فعلا بعض هذه الدول لمواطنيها، لكن المشكلة هي محدودية الإنتاج، وبالتالي بقى في صراعات على الحصول على هذه اللقاحات. أعتقد أنه على الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تدخل علشان يبقى في توزيع عادل لهذه اللقاحات على جميع الدول، وخاصة الدول اللي هي لها عندها حالات كتير وفي نفس الوقت إمكانياتها محدودة. أعتقد أنه يعني بعد أشهر قليلة سوف يكون اللقاحات متاحة للجميع، وده هيدي بقى فرصة إلى أنه الناس فعلا تحصل على اللقاح ويكون في نوع من انحسار المرض إلى حد كبير. نتمنى أنه التحورات والسلالات الجديدة اللي بتحصل في فيروس كورونا أنها لا يعني لا ينتج عنها سلالات يكون لها أثر سلبي أو لا تستجيب للقاحات، لكن بيتم فعلا دراسة ده طول الوقت علشان يتم تطوير اللقاحات وتكون دايما فعالة مع حتى السلالات الجديدة. طيب، إلى أي مدى دكتور أشرف يمكن الإجراءات الاحترازية والوقائية البسيطة، وده يمكن أضعف الإيمان لحين يعني توفر اللقاحات يعني لكل شعوب الأرض، لا نتحدث عن الشعب المصري فقط، ولكنه طبعا وباء عالمي وبنتمنى السلامة لكل دول العالم، إلى أي مدى هذه الإجراءات الاحترازية أو الوقائية التي يعني تبدو بسيطة ولكنه يعني السهل الممتنع، يعني في البعض حابب يبقى حريص إن هو يلبس الكمامة وحريص طبعا على نظافة الإيد والنظافة العامة بشكل عام، وفي البعض مع الوقت خلاص اتعود أو بيبقى في حالة من التراخي أو الكسل بعض الشيء اللي خلاص يعني احنا كده متعايشين، فلبست كمامة أو لا ده شيء مش مهم. شايف الجزئية دي ازاي دكتور أشرف؟ خلينا نحط الأمور في نطاق. الوسائل الوقائية هي بتبعد الفيروس عن الأشخاص عموما، وبالتالي لبس الكمامة والتباعد الجسدي وغسيل الإيدين مش هيخلي في فيروس يقترب من الإنسان عموما.
وجود لقاحات ده بوسيلة دفاع تانية، بحيث انه في حالة دخول الفيروس فهيكون في لقاح قام بعمله فعلا وانتج جسم هذا الشخص اجسام مضادة. علشان كده الوسائل كلها لازم انها تكون موجودة، يعني ان احنا نلبس الكمامة ونغسل ايدينا ونتباعد جسديا، ده علشان يبعد الفيروس عننا، وبعدين اللقاح علشان حتى لو حصل انه الفيروس دخل اجسامنا يكون في اجسام مضادة وبالتالي يتم التعامل معها. وبالتالي الوسائل كلها لازم تجتمع علشان فعلا نقدر نحمي نفسنا من الاصابة بفيروس كورونا. نرجع تاني يا دكتور أشرف لعدالة توزيع اللقاحات، ويمكن يعني تحكم أو سيطرة أو هيمنة بعض شركات الأدوية العالمية في هذا الأمر، لأنها بطبيعة الأحوال يعني صاحبة اللقاح والدراسات والأبحاث العلمية والتنفيذ والتفعيل في المقابل على أرض الواقع. شايف الجزئية دي إزاي؟ وهل ممكن يبقى في تكاتف دولي حقيقي إن يكون في توزيع عادل وما يبقاش في تمييز أو تفرقة في توزيع اللقاحات ما بين الدول المتقدمة المسيطرة والمهيمنة على هذه اللقاحات والأبحاث العلمية، وما بين الدول النامية والدول الفقيرة والدول اللي أوضحها حقيقة يعني على المستوى الاقتصادي متدهورة بعض الشيء؟ هل هناك شيء ملزم ممكن يعني أن يكون هناك عدالة حقيقية؟ يمكن إحنا تابعنا تصريح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الإفريقي وتأكيده على أهمية هذه الجزئية وهذه النقطة بشكل محدد، توزيع اللقاحات لشعوب الدول الإفريقية بشكل عادل. لازم نعرف أنه جائحة كورونا أصابت الكرة الأرضية بكاملها، وأنه وجود أي بؤرة فيها انتشار للمرض هيكون سبب لاستمراره ووجوده وخطر على العالم كله. علشان كده لازم يكون في نوع من التضامن والإيثار في التعامل مع هذه الجائحة، لأنه استئثار بعض الدول بكل الفرص في الحصول على اللقاحات هيجعل هناك بؤر في العالم تحتوي على هذا الفيروس. وإحنا زي ما احنا عارفين هو بدأ في بؤرة في ووهان في الصين وانتقل إلى جميع أنحاء العالم، وبالتالي مصر كمان استعدت الحقيقه لهذا الموضوع بافتتاح المجمع القومي للامصان ومنتجات ومستلزمات الدم والبلازما، وده الحقيقه بيدينا فرصه على انه يكون عندنا في مصر هنا فرص لانتاج هذه اللقاحات، وبالتالي نقدر نعمل تغطيه ويعني انها تكفي احتياجاتنا، الى جانب ان احنا نقدر كمان نوصلها الى الدول القريبه مننا زي الدول الافريقيه ودول الشرق الاوسط. انا بشكرك جدا دكتور اشرف عقبه رئيس قسم البطنه والمناعه بطب عين شمس، شكرا جزيلا، ويعني بندعو الله عز وجل ان يرفع هذا البلاء والوباء عن سائر شعوب الكرة الأرضية، وأن تعود الدنيا من جديد والحياة بشكل عام إلى سابق عهدها. بشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة معنا، وبننتقل للأخبار ومن الصفحة 11 منها المنفى، وهو رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي حقيقة في تصريح له بيحدد أبرز مهام السلطة الانتقالية في ليبيا. الأمم المتحدة تجدد طلب إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة. رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي حدد أبرز هذه الأهداف وهذه المهام أمام السلطة التنفيذية المؤقتة، واللي تم انتخاب أعضائها مؤخرا في جنيف من أجل إنهاء حالة الفوضى التي تعاني منها البلاد منذ سنوات. دي حقيقة كانت جولة سريعة وإطلالة لأهم العناوين والمنشطات والموضوعات والملفات المختلفة في الصحف المحلية الصادرة لهذا الصباح، متواصلين مع حضراتكم في هذا الصباح ولكن بعد الفاصل.